بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد. ثم سؤال: فينبغي إلى حل هذا الخلاف ثمرة. يعني هنا بين الشارح الاختلاف بين المتكلمين والفلاسفة في إثبات الهيولى والصورة ونفيها، وإثبات الجزء الذي لا يتجزأ ونفيه. يسأل هذا: هل لهذا الخلاف ثمرة؟ قلنا نعم، فيه ثمرة، فيه فائدة. نعم، في إسماهية، هذا الذي يبين، في إثبات الجوهر الفردي نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة. هذا هو فائدة هذا الخلاف، يعني نجاة من كثير ظلمات الفلاسفة، هذا هو فائدة في إثبات الجوهر الفردي. نعم، الفلاسفة يقولون أن الأعيان مركبة من الهيولى والصورة، والمتكلمون يقولون أن الأعيان مركبة من الأجزاء الذي لا تتجزأ. فإذا لو ثبت الجزء الذي لا يتجزأ بطلت الهيولى والصورة، في بطالها نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة. هذا الذي يذكر من إثبات الهيولى والصورة، ما هو المحذور في إثبات الهيولى والصورة؟ هذا الذي يشير إليه: المؤدي إلى قدم العالم. هذا الإثبات يؤدي إلى قدم العالم، يعني حسب رأيهم، وهم يقولون هكذا، يعني يقولون بالهيولى والصورة، ثم يقولون العالم قديم. وكذلك النفي حشر الأجساد، هذا إثبات الهيولى والصورة يؤدي إلى قدم العالم، كذلك يؤدي إلى نفي حشر الأجساد. ثم وكثير من أصول الهندسة، نجاة من كثير من ظلمات الفلاسفة وكثير من أصول الهندسة المبني عليها، وهذه الأصول بني عليها دوام حركة السماوات وامتناع الخلق خرق والالتئام عليها. يبنون على هذه الأصول أن حركة السماوات دائمة، يعني أزلية غير منقطعة أبدا. كذلك الخرق والالتئام محالان على السماوات، على الأفلاك، لا يجوز لأحد أن يخرق السماوات ثم الالتئام. فإذا هذا يؤدي إلى نفي معجزة المعراج، لأن أدلة الشرع وردت بأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد وعلى السماوات وذهب إلى ما وراء السماوات السبع ثم رجع. فإذن هكذا عندهم أصول، فهذه الأصول تعارض ما ثبت وتنفي ما ثبت في أدلة الشرع. لأجل ذلك المتكلمون يعارضون يخالفون مع هؤلاء الفلسفة في إثبات الجزء الذي لا يتجزأ، وكذلك ونفي الهيولى والصورة هكذا. فإذا هذا كيف يؤدي إلى قدم العالم؟ أولا الشارح قال: المؤدي إلى قدم العالم، فيه إشعار بأن ذلك غير كاف بهما. كذلك المؤدي إلى نفي حشر الأجساد،
هكذا يؤدي بناء على دعواهم. هل يؤدي حقيقة؟ لا يؤدي حقيقة، هذا غير كاف فيهما، يعني في قدم إثبات قدم العالمين ونفي حشر الأجساد، بل لا بد من الاستعانة بمقدمات أخرى هي ممنوعة عند المتكلم أيضا. يعني هم يستعينون لإثبات هذين الأمرين بمقدمات أخرى كلها ممنوعة عند المتكلمين. ثم كيف يؤدي إلى قدم العالم؟ يبينه مصلح الدين رحمه الله، يريد أن الهيولة على تقدير ثبوتها لا يجوز حدوثها. يعني هم أثبتوا هيولة قديمة، ادعوا أن الهيولة قديمة وإلا يلزم لها هيولة أخرى. لماذا؟ لو كانت هيولة حادثة يجب هناك هيولة أخرى، فإذا هذه الهيولة ثانية لو كانت حادثة لا بد لها من هيولة أخرى، هكذا أن يتسلسل. إذ كل حادث عندهم مسبوق بالمادة، هم يقولون هكذا، كل حادث مسبوق بالمادة. هذا بمنزلة قولنا، الأحسن لهم أن لا يقولوا بذلك بل يقولون مثل قولنا، كل حادث مسبوق بمحدث. من هو المحدث؟ هو الله تعالى، تم الأمر هناك. هناك معقول وهذا غير معقول. المادة ماذا تفعل؟ المادة ماذا تفعل؟ هل لها يعني قصد واختيار؟ هل تفعل فعلا حقيقة؟ لا تفعل شيئا، يا شيء من الجمادات. أما الله تعالى هو السابق، كل حادث مسبوق بالمحدث، هو الله تعالى، هو حي قادر سميع بصير واحد قديم هكذا. نعم، وإذا كانت قديمة، نعم هذه هيولة لو كانت قديمة وهي لا تنفك عن الصورة، هذا يعني لوجود الهيولة لا بد من صورة كما بينا فيما قبل. نعم، فإذا قديمة لا تنفك عن الصورة، صورة يلزم قدم الجسم المركب منهما، عندئذ هذا هيولة قديمة، والصورة يعني شخصية حادثة كذلك نوعية أيضا حادثة قديمة كما بينا أمس، أما صورة جسمية قديمة. فإذا هذه صورة قديمة، الجسم المركب منها أيضا قديم، بما كلاهما قديمان والجسم المركب أيضا قديم. يعني هيولة فقط لا يوجد في الخارج، صورة فقط لا توجد في الخارج، بل يتركبان يعني يوجد جسم مركب منهما، هكذا هم ادعوا. هذا الذي قال يؤدي إلى نفي قدم العالم. ثم ونفي حشر الأجساد، كيف يكون هذا؟ لأن الأجساد على ذلك تقدير، الجسد على ذلك تقدير، يعني على أنه قديم لأنه مركب من هيولى الصورة القديمين، على ذلك تقدير يكون مركب من هيولى الصورة، فبخراب البدن ينعدم صورة البدنية، يعني الشخصية. فبخراب البدن يعني بالموت ماذا ينعدم؟ الصورة البدنية فقط. فيكون حشر الأجساد عبارة عن إيجادها بعد انعدامها وهو محال عندهم، يعني إعادة صورة، ليس إعادة شيء بعد انعدامه محال، كما سيأتي في بحث البعث، سيأتي أن البعث حق هناك، يأتي عندهم يعني إعادة شيء بعد انعدامه محال. فإذا هنا صورة بدنية انعدمت وإعادتها بعده ليس بممكن، هكذا قال، ومحال عندهم. وفي إثبات الجزئي نجاة عن الوقوع في تين كالورطتين وإن أمكن أن يتفصى عنهما بوجوه أخرى، وهذا ليس طريقا واحدا فقط، بل هناك طرق كثيرة. مع ذلك هناك يعني سهولة، لأجل ذلك سلكها المتكلمون. نعم، ثم هنا ذكر وكثير من أصول الهندسة
وكثير من أصول الهندسة. ذكر مصلح الدين قوله الهندسة سهون أو تحريف، وقع موضع من أصول الفلسفة، من ظلمات الفلسفة وكثير من أصول الفلسفة، هكذا هذا أشار إليه خيالي أيضا. وكذلك ذكر هنا ونفي حشر الأجساد لأنه في الآخرة، حشر الأجساد متى يكون وأين يكون؟ في الآخرة، فينافي الاستمرار الأولى. يعني هذا الأجساد قديمة، جسد قديم، فإذا يستمر يخالفه هذا الاستمرار، هذا وجه آخر. ثم المبني عليها دوام حركة السماوات، أدلة دوامها المذكورة في الكتب الحكمية حكمية المتداولة غير مبنية على أصل هندسي، ولعل الشارح اطلع على دليل ينبني عليه. مصلح الدين قال إما هذا تعريف أو سهون، لكن أحمد الخيالي قال أن الأدلة المتداولة المذكورة في كتب الحكمة ليست مبنية على أصول هندسية، ممكن الشارح اطلع على أصل هندسي بني عليه هذا دوام حركة السماوات. ثم كيف يعني يؤدي إلى حركة دوام حركة السماوات؟ وكذلك امتناع الخرق بالالتئام كيف يكون هذا؟ ماذا يقول؟ إذا ثبت الجزء وتركب الأجسام من أفراده كانت الأجسام متماثلة. هذا يثبت الله عندهم الحركة المستقيمة لا تحتمل الدوام. حركة الأفلاك عندهم حركة مستديرة، الحركة المستديرة دائمة، والحركة المستقيمة غير دائمة، هكذا هم قالوا. فإذا بسبب أن حركة الأفلاك والسماوات غير مستقيمة بل مستديرة، لذلك تستمر. ثم خرق التئام ممتنع عليها، لماذا؟ لابتنائه على عدم قبولها للحركة المستقيمة. هذا الخرق والالتئام ممكن أين؟ لو كان قابلا للحركة المستقيمة. الفلك والسماوات لا تقبل الحركة المستقيمة عندهم، لذلك لا يمكن الخرق والالتئام، هكذا قالوا. ثم فإذا كيف يكون إبطال هذه الأمور؟ يعني نجاة في إثبات الجزء الذي لا يتجزأ عن هذه الظلمات. هذا مصلح الدين بين إذا ثبت الجزء وتركب الأجسام من أفراده، من أفراد الجزء الذي لا يتجزأ، كانت الأجسام متماثلة. هذا الجسم متماثل، أجسام متماثلة، بعضها مماثل للبعض لأجل الجسمية، فيجوز على كل منهما ما يجوز على الآخرين من الحركة المستقيمة. فإذا الأفلاك والسماوات ليست مختلفة عن سائر الأجسام، بل هي أجسام، لذلك ما يجوز على سائر الأجسام جائزة على السماوات أيضا، بل بكون حركة الأفلاك، بل يكون حركة الأفلاك حركة مستديرة عبارة عن حركات أجزائها حركات مستقيمة. فلم يثبت ما ذهب إليه من دوام حركة السماوات، إذ الحركة المستقيمة لا تحتمل الدوام عندهم. ومن امتناع الخرق بالالتئام هذا أيضا لا يثبت عليها، لابتناء على عدم قبولها للحركة المستقيمة. ثم بعده القسم الثاني، ثم والأرض ما لا يقوم بذاته، العالم عيان وأعراض. ثم بينا العين، فإذا هذا عرض
عرض ما لا يقوم بذاته عين ما يقوم بذاته وما له قيام بذاته عرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره له قيام مع ذلك قيامه بغيره هذا سبق أن بينا بصدد مسألة أخرى بأن يكون تابعا له في التحيز أن يكون تابعا له تابعا للغير عرض يكون تابعا للغير في التحيز كما سبق أو مختصا به اختصاصا نعت بالمنعوت على ما سبقنا هذا الأول مذهب المتكلمين التبعية في التحيز هذا معنى القيام بالغير هو معنى عند المتكلمين أما اختصاص النعت بالمنعوت هذا هو معنى القيام بالغير عند الفلاسفة لا بمعنى أنه لا يمكن تعقله بدون المحل على ما توهم هكذا قيل معنى يعني القيام بالغير القيام بالغير ما معناه قيل أنه لا يمكن تعقله يعني إدراكه بدون المحل على ما توهم فإن ذلك إنما هو في بعض الأعراض هكذا يكون يعني امتناع التعقل بدون المحل لكن هذا لا يعم جميع الأعراض بل هذا يكون في بعض الأعراض يعني الأعراض النسبية بعض الأعراض أراد بها الأعراض النسبية وكذلك الأين أيضا الأين يعني أعراض ثمانية منها هذا الأين والوضع وهكذا فإذا أين يعني المكان هذا لا يتعقل بدون محله الأينية لا يتعقل بدون محله أعراض من الأعراض وكذلك الأعراض النسبية لا يقول بالأعراض النسبية جميع العلماء بل بعض يقولون فإذا عند هؤلاء البعض يكون قيامها بغيرها معناه يعني عدم تعقلها عدم إمكان تعقلها بدون المحل هكذا فالشارع هذا المعنى لكن عصام الدين يؤوله تجويلا حتى يكون صحيحا عصام الدين قال ولعل من قال معنى القيام بالغير انه لا يمكن تعقله بدون المحل اراد به استحاله وجوده بدون المحل فاذا لا يمكن تعقله معناه يستحال وجوده بدون المحل ليس يعني عدم التعقل بل استحالة الوجود هذا هو المراد ثم يذكر نظيرا له كما وقع في تعريف المتواتر الخبر المتواتر ما هو تعريفه خبر قوم لا يتصور تواترهم على الكذب لا يتصور تواترهم نظيره هذه العبارة أيضا لا يمكن تعقله إذن ما معنى لا يمكن أو لا يتصور تواترهم على الكذب بمعنى استحالة تواترهم على الكذب يعني تواترهم مستحيل كذلك هنا التعقل مستحيل لا يعني الوجود مستحيل نعم بمعنى استحالة وجوده فلا يجد اختصاصه بالأعراض النسبية كما أورد عليه الطبرسان رحمه الله ثم ويحدث في الأجسام والجواهر والعرض ما لا يقوم بذاته ثم قال هذا العرض يحدث في الأجسام والجواهر قيل هو من تمام التعريف احترازا عن صفات الله تعالى هو من تمام التعريف فإذا الأرض ما لا يقوم بذاته ويحدث هذا فصل آخر
لماذا اعتراضا عن صفات الله تعالى؟ هكذا قيل. ضعفه الشارح بقوله بتعبيره بقيل عن هذا الرأي. هذا صفات الله تعالى يعني معترض عنها مرارا. أولا ذكرنا يعني عبرنا فيما مضى بكلمة ما، وكذلك ذكرنا صفات الله تعالى يعني غير متحيزة، بوجوه كثيرة خارجة كما بينا يعني عصام الدين. نبه بقوله قيل على ضعف هذا القول، إما لما قيل إنما في تعريف العرض عبارة عن الممكن، ما لا يقوم بذاته، ما معناه ممكن، فخرج صفات الله تعالى ثم وكل ممكن محدث فلم تدخل الصفات بالتعريف حتى تخرج بقوله ويحدث إلى آخره، إما لهذا، وإما لما يمكن أن يقال إنها لم تدخل الصفات بالتعريف على مذهب المتكلمين، لأن عدم القيام بذاته عبارة عن التبعية في التحيز. صفات الله تعالى غير متحيزة وهنا عن تحيز، ولا على مذهب الحكيم أيضا لم يدخل في التعريف، لو دخل في جنس التعريف يجب إلى إخراجه، يجب في إخراجه إلى أين؟ إلى فصل آخر يخرجه، هنا لم تدخل، على مذهب المتكلمين لم تدخل. لماذا؟ لأن صفات الله تعالى غير متحيزة، غير متمكنة، ولا على مذهب الحكيم حكماء أيضا فلاسفة أيضا لم تدخل. لماذا؟ لأنه لا وجود للصفات عندهم، نعم. عند الفلاسفة لا وجود للصفات، لصفات الله تعالى، لصفات الواجب تعالى عندهم. وهذا يعني تأثرت المعتزلة بهذه العقيدة، ثم هم عطلوا ذات الله تعالى من صفاته. هذا الذي وقع للمعتزلة في نفي صفاتنا. ثم أو أنه لا يصح التعريف حينئذ على المذهبين، لأنه لا يصدق التعريف على أعراض المجردات، فيخرج عن كونه جامعا على مذهب الحكيم، أو أنه يكفي لإخراج صفات الله تعالى ويحدث ولا حاجة إلى قوله في الأجسام والجواهر. نعم، هذا الاحتمال الثاني هو الأظهر، يعني عند المتكلمين صفات الله تعالى غير متحيزة لذلك لم تدخل، كذلك عند الحكماء والفلاسفة لا وجود لصفات الله تعالى لذلك لا حاجة إلى إخراجها، لم تدخل. نعم، ثم لو لم يكن من تمام التعريف لماذا ذكر المصنف هذا؟ مصنف قال يعني يحدث بالأجسام والجواهر، ما فائدته؟ هذا كما قلت سابقا، بينت سابقا، وهذا إشارة إلى دليل بصورة إجمالية، دليل حدوث العالم. ما هو؟ أن العالم أعراض وأعيان وكلها حادث، لو كان حادثا فلا بد من محدث، وهو الله سبحانه، هذا هو. نعم، والظاهر أنه إشارة إجمالية إلى مساق الدليل وتقريره. ذكر الكستلي رحمه الله في عشيته، وتقريره أن العالم إما عيان وإما أعراض والكل حادث، لأننا نشاهد حدوث الأعراض بالجواهر والأجسام، الأعراض نشاهدها حادثة، ثم كما نشاهد حدوث الألوان واللكوان والطعوم والروائح بها، وما هو محل الحوادث وغير خال عنها فهو حادث. هذا بالنسبة للأعيان، أعيان يعني ليست خالية عن الحوادث بل هي محل الحوادث، فينبغي أن يكون حادثا، فالعالم بجميع أجزائه حادث. فإذا هذا مصنف
أجمل الدليل بهذه الجملة واحدة ويحدث في الأجسام والجواهر. نعم. ثم قيل هو كالألوان، ثم يعرف يمثل ما هي الأعراض، أعراض كالألوان، وأصولها قيل السواد والبياض، وقيل الحمرة والخضرة والصفرة أيضا، والبواقي بالترتيب. من يقول بهذه الأصول يعني الفلاسفة والحكماء، وهم الذين يبحثون عن حقائق الأشياء. يعني على ما هو في نفس الأمر، على ما هي في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية، كما عرفنا علم الحكمة سابقا. فإذا هم يقولون هكذا، هم اختلفوا على أيا كان العبث عندنا، لذلك تركوا على هذه الحال. ثم واللكوان هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون، والطعوم وأنواعها تسعة. الطعوم جمع طعم بفتح الطاء، هناك كلمة أخرى بضم الطاء بمعنى آخر، طعم هو بمعنى المطعوم المأكول. وأنواعها تسعة، وهي المرارة والحرافة والملوحة والعصوبة والحموضة والقبض والحلاوة والدسومة والتفاعة. ثم يحصل بحسب التركيب أنواع لا تحصى، هناك العصوبة والقبض كلاهما متقاربان كما ذكر بعض المحشين. ثم هنا ثم الرواية وأنواعها كثيرة وليست لها أسماء مخصوصة. نعم. فإذا عندما ذكر الألوان ذكر أصولها كذا كذا، ثم الأكوان والرواية بين أنواعها. لكن الألوان أصولها، ثم الطعوم والرواية أنواعها، أما الأكوان حصرها على أربعة، هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون. الكون أكوان أربعة فقط، ليس هناك تكسر الأنواع الأكوان بالتركيب. نعم، هذا محصور. كيف يكون توجيه للحسر؟ يقول مصلح الدين، يقول وواجه الحسر أن الكون يعني الحصول في الحيز إن اعتبر للشيء في نفسه. الكون ما معنى الكون؟ الحصول في الحيز، الحصول في الحيز معنى مصدري، الكون معنى مصدري، اعتبر للشيء في نفسه، فإن كان مسبوقا بحصول آخر في ذلك الحيز فسكون، أو في حيز آخر فحركة، كما سيأتي في الكتاب. نعم، هكذا. فإذا صار يعني حركة وسكون، وإن اعتبر له بالقياس إلى جوهر آخر، أول يعني إن اعتبر للشيء في نفسه، فهذا اعتبر له بالقياس إلى جوهر آخر، فإن أمكن أن يتخلل بينهما ثالث وهو الافتراق، وإلا فهو الاجتماع. هذا اجتماع وافتراق. لو كان يمكن أن يفرق بين الجوهرين ثالث فهو افتراق بين الجوهرين بتوسط جوهر ثالث، وإلا فهو يعني اجتماع. ولما ورد على الحسر في القسم الأول في الحركة والسكون أنه يجوز أن يكون غير مسبوق بكون آخر، التزم بعضهم بطلان الحسر وجعله قسما خامسا، ومنهم من لم يعتبر في السكون قيد المسبوقية فاندرج تحته، فاندرج فيه. هذا سيأتي يعني التقابل بين الحركة والسكون، هل هناك حالة ثالثة أو لم تكن حالة ثالثة غير الحركة والسكون، سيأتي هذا البحث في الكتاب. لا. ثم العفوصة والقبض هما متقاربان في المذاق، والفرق أن الأسفى يقبض ظاهر اللسان وباطنه، والقابض يقبض ظاهره فقط. نعم، هكذا. وكان الفرق بينهما بالشدة والضعف. التفاعة هي طعم بسيط بين الحلاوة والدسومة. نعم، هكذا بحوث.
ثم الرماح انواعها كثيره وليست لها اسماء مخصوصه، لماذا لم تكن لها اسماء مخصوصه؟ مصلح الدين يقول: وكانها لقله الانتفاع بها لم يهتموا بامرها وتمييز انواعها ووضع الاسماء بازائها. ثم بل اكتفوا في ذلك ان يحتج اليها باضافتها الى حاملها، وهم يميزون بين الروائح كيف بإضافة الرائحة إلى حامل هذه الرائحة، مثل رائحة الورد رائحة التفاح هكذا، أو وصفها بما يدل على ملائمتها للطبع أو منافرتها له، كما يقال رائحة منتنة رائحة طيبة هكذا يعبرون. يكون يعني التفريق بين النوعين، رائحة كريهة منتنة ورائحة طيبة هكذا، أما رائحة باعتبار الأشخاص هكذا يضيفون إلى حاملها رائحة يعني الوردي، رائحة المسكي، رائحة العنبري هكذا. والله ظهر أن ما عدا الأكوان لا يعرض إلا للأجسام، ثم الله ظهر ما هو أن ما عدا الأكوان يعني هو ذكر أربعة أنواع من الأعراض: الألوان والأكوان والطعوم والروائح. من هذا ما عدا الأكوان، ما هي ألوان طعوم الروائح، وهذه الثلاثة لا يعرض إلا للأجسام، يعني لا يعرض للأجزاء التي لا تتجزأ، يعني لا يعرض للجواهر الأفراد، لا يعرض، بل لعروض هذه الثلاثة يجب أن يكون العين جسما مركبا من جزئين فصاعدا. فإذا لو كان الجزء فقط عين غير مركب، جزء الذي لا يتجزأ، لا يعرضه اللون والطعم والرائحة، هكذا شارح قال. لكن خيالي يذكر يقول ذكر في شرح التجريد أن الأعراض المحسوسة بإحدى الحواس الخمس، ما هي هذه الأعراض المحسوسة؟ ألوان، طعوم، روائح، وهذه أعراض محسوسة بإحدى الحواس الخمسة لا تحتاج إلى أكثر من جوهر واحد عند المتكلمين. فإذا يعرض للأعراض لغير الأجسام أيضا، يعني للأجزاء التي لا تتجزأ يعرضها هذه الأعراض أيضا للجوهر. ولعل ما في الكتاب رأي الشاعر أو مذهب بعض منهم، فإذا ما هو تأويل قول التفتازاني رحمه الله؟ إما هذا قوله مستقلا، رأيه مستقلا عن مذهب المتكلمين، أو هو مذهب بعض من المتكلمين اطلع عليه الطبرقاني رحمه الله ونقله. ثم بعده يدخل المصنف الشارح في تقرير دليل العالم حادث. نقرأ فيما بعده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.